أسعد الله أوقاتكم بألف خير شباب. إن كنتم تشاهدون هذه القناة لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك لتشجيعنا على تقديم المزيد. في هذا الفيديو بإذن الله سنحاول شرح طريقة رسم وتصميم هذا الديكور كما تشاهدون معي في الصورة، فهو شبيه تقريبا بالنوتة الموسيقية. فلنبدأ على بركة الله. كما العادة نعتبر هذا المستطيل الأسود هو السقف الذي نريد عمل له هذا الديكور، فمسبقا قمت بأخذ المحاور الأساسية هنا باللون الأحمر كما تشاهدون معي، فتحصلت على هذا المركز. سنقوم بتقسيم الديكور إلى أجزاء لكي نتمكن من تصميمه بسهولة، وسنبدأ من المنتصف من هذا الجزء هنا. ننطلق من هذا المركز ونقوم برسم دائرة شعاعها يكون تقريبا خمس هذه المسافة من هنا إلى هنا خمسها. نقوم برسم قوس بهذا الشكل، سأقوم بتعليم مركز هذا القوس هكذا. بعد ذلك سأقوم بإزاحة هذا المسمار هنا إلى الأسفل بهذا الشكل وتكبير الشعاع هكذا، وأقوم برسم القوس الثاني وسأقوم بترك مسافة بينهما في هذه الجهة هنا بهذا الشكل. سأقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأسفل حتى أحصل على الشساعة التي أريدها هنا أو على المساحة التي أريدها في الجهة السفلى هنا وكذلك في هذه الجهة هنا. وأقوم برسم القوس هكذا على نفس هذا المحور. سأقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأعلى هكذا، أقوم بتصغير القوس لكي يقوم برسم قوس في الجهة الأخرى ذو حجم صغير هكذا، وأقوم بتعليم مركز هذا القوس. بنفس الطريقة أقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأسفل هنا وتكبير الشعاع على هذا الشكل، وأقوم برسم القوس في الجهة الأخرى هكذا حتى أحصل هنا بين هذا القوس وهذا القوس، هي نفس المسافة ونفس المساحة هاتها هنا بين هذين القوسين في الأسفل هنا هكذا. أعود إلى هذه النقطة هنا، سأقوم باستكمال هذا القوس هكذا، سأقوم باستكماله في الجهة الأخرى. بعد ذلك سأقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأسفل هكذا، وأقوم بتكبير الشعاع إلى هذه النقطة هنا، وسأحاول رسم قوس بهذا الشكل. بعد ذلك شباب سأتحول إلى هذا الجزء في الأسفل هنا لأستكمل شكل الديكور هنا. سأقوم بأخذ هذه المسافة من هنا إلى هنا، هذه المسافة، وسأقوم بتعليمها في الأسفل من هذه النقطة هنا من هذا القوس هكذا. بعد ذلك أقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأسفل هنا وتصغير حجم الشعاع على هذا الشكل، وسأقوم برسم قوس هنا صغير. سأقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الأسفل قليلا هكذا، وأقوم بتكبير شيئا ما الشعاع لكي يحصل على هذا الشكل، وسأقوم برسم القوس الآخر بهذا الشكل. بعد ذلك ستحول إلى هذه الجهة وسأبحث عن قوس يمر من هذه النقطة وهذه الجهة هنا بهذا الشكل. سأقوم بتعليم مركز هذا القوس أي هذه النقطة هنا، وسأقوم بتكبير الشعاع لاستكمال القوس الآخر هكذا. سأقوم بالبحث عن إحداثية هذه النقطة أو بتعليم هذه النقطة في هذه الجهة هنا لهذا المحور بهذا الشكل. سوف أقوم برسم مستقيم موازي لهذا المحور وعمودي على هذا المحور هنا ويمر من هذه النقطة، موازي لهذا المحور
وعمودي على هذا المحور هنا ويمر من هذه النقطة. سأقوم بالتعليم فقط في هذه الجهة هنا من هذا المحور إلى هنا، بعد ذلك سأقوم بأخذ هذه المسافة بهذا الشكل من هذه النقطة تلقي هذا المحور مع هذا المستقيم هنا، أقوم بأخذ هذه المسافة حتى هذه النقطة، أقوم بتعليمها على هذا المستقيم بهذا الشكل، بعد ذلك أعود إلى هذه النقطة هنا وسأخذ هذه المسافة أي شعاع هذا القوس، سأعود إلى النقطة هذه وبنفس هذا الشعاع سأقوم برسم القوس الآخر، بنفس الطريقة سأقوم برسم قوس آخر وتكبير الشعاع هكذا، بعد ذلك سنتحول إلى هذه الجهة هنا لاستكمال الديكور في هذه في هذا الجزء هنا، سنقوم برسم خط موازي لهذا المحور هنا بهذا الشكل، ومستقيم آخر في الجهة الأخرى حيث يأتي هذا المحور وسطهما أي في الوسط، بعد ذلك سأخوض هذه المسافة أي هذا الفراغ هنا، سأقوم بتعليمه انطلاقا من هذا القوس الأخير إلى هنا، من هذه النقطة سأقوم برسم قوس بهذا الشكل أو رسم مستقيم بهذا الشكل يكون موازي لهذا المحور ويمر من هذه النقطة هكذا، وسأقوم بتعليم هذه المسافة ما بين هذا القوس والمحور أي هذه المساحة هنا، هكذا أقوم بالتعليم هنا، بعد ذلك سأقوم بتقسيم هذه المسافة من هنا إلى هنا إلى هذا المحور هنا إلى 2، سأقوم برسم مستقيم يمر من هذه النقطة هنا التي قمت بتعليمها هنا ويكون موازي لهذا المستقيم هكذا، سأضع مسمار على هذا المستقيم هنا بهذا الشكل وسأقوم برسم قوس هكذا، بعد ذلك سأقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الداخل هكذا وتصغير الشعاع قليلا هكذا وأقوم برسم القوس الآخر، بعد ذلك سأتحول إلى هذه الجهة هنا وسأقوم بتصغير الشعاع على هذا الشكل وسأقوم باستكمال هذا الديكور في هذه الجهة وبذلك برسم قوس بهذا الشكل، إلى هنا وتوقف وبنفس الطريقة تحول في هذا الاتجاه وقوم بتصغير الشعاع واستكميل القوس، انطلاقا من مركز هذه الدائرة سأقوم برسم مستقيم يمر من هذا المركز وموازي لهذا المستقيم بهذا الشكل، سأقوم برسم مستقيم هكذا، بعد ذلك سأخذ هذا الشعاع هذه الدائرة الكبيرة هذا الشعاع هنا ونتحول إلى هذا المستقيم هنا وسنحاول رسم قوس مقابل له بهذا الشكل وسنحاول ترك مسافة بينه وبين هذا القوس هنا، ومن مركز هذا القوس نقوم بتعليمها هنا وسأحاول تقريبا ترك نفس هذه المساحة هنا وكذلك هنا ونفس هذه المساحة الصغيرة هنا بينه وبين القوس الآخر هنا وسأقوم برسم القوس هكذا،
بنفس الطريقة التي قمنا برسم به هذا الشكل هنا، سنقوم برسم كذلك شكل آخر مماثل له صغير هنا. سأقوم بالانتقال إلى هنا وتصغير الشعاع، ونحاول رسم القوس بهذا الشكل. ذلك نتحول إلى الوسط هنا، ونحاول تغيير مسافة الشعاع واستكمال القوس في هذه الجهة كذلك. بعد ذلك شباب، سنتحول إلى هذه الجهة هنا على نفس هذا المستقيم بهذه الشكل، وسنحاول رسم قوس يمر من هذه النقطة هنا. سنكمل هذا القوس في هذا الاتجاه إلى هذا القوس هنا بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بإزاحة هذا المسمار إلى الخلف هكذا على هذا المستقيم وتكبير الشعاع، وسنقوم برسم القوس الآخر. نعود إلى هذه النقطة هنا بهذا الشكل، ونقوم بتكبير الشعاع هكذا، نقوم برسم القوس لقطع هذا لقطع هذين القوسين هنا بهذا الشكل. بعد ذلك يا شباب، لم تبقى سوى فقط الأمواج في هذه الجهة وكذلك التموجات في هذه الجهة، فهي سهلة، يتم رسمها وتصميمها بشكل عشوائي. سنبدأ مثلا بهذه الجهة هنا، سنأتي إلى هذه الجهة بهذا الشكل، سنحاول رسم مستقيم عشوائي بهذا الشكل ليكون مائل هكذا. كذلك مستقيم آخر وهكذا بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم برسم مستقيمات أخرى بهذا الشكل مائلة، مثلا سأقوم برسم مستقيم هكذا. بنفس الطريقة كذلك هنا سأقوم برسم مستقيمات عشوائية متقابلة كي أحصل على نفس الديكور كما تشاهدون في الصورة. بعد ذلك سأقوم بإنهائه بهذا الشكل، سنرسم مستقيم عشوائي بهذا الشكل. سأحاول ترك مساحة هنا لأقوم برسم دائرتين صغيرتين هنا كما تشاهدون في الديكور. بالنسبة لهذه الجهة، سأحاول أن تكون هذه المسافة من المحور هنا، أي هذه المسافة مسافة انتهاء هذا الديكور في هذه الجهة هنا، هي هذه المسافة يجب أن تكون هي نفس المسافة من هذا المحور إلى هذه الجهة هنا. لذلك سأحاول تمديد هذا الديكور هنا حتى أحصل على نفس المسافة هنا.
بعد ذلك شباب سنقوم برسم الدائرتين هنا، واحدة في المنتصف على هذا الخط هنا، واحدة بهذا الشكل هنا، والأخرى على نفس المستقيم أسفلها بهذا الشكل وبنفس الحجم. كما تلاحظون شباب فأغلب الديكور تم تصميمه بشكل عشوائي، فليست لديه قاعدة لكي نقوم بتنفيذها لتصميمه. بعد ذلك شباب سأقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر لكم الديكور بشكل جيد. كما تلاحظون شباب هذا هو الشكل النهائي للديكور الذي قمنا بتصميمه. كما تلاحظون فأغلبه تم تصميمه بشكل عشوائي، فليست لديه قاعدة لنقوم بتطبيقها لتصميمه. وفي الأخير لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع، وكذلك الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.